من سوق العمل صباح الخير. أكثر من فرصة عمل معنا اليوم. أول فرص لإندور سيلز وجرافيك ديزاينرز وموظفي صندوق بعدة مناطق بلبنان بدوام كامل وجزئي. إذا مهتمين بعتوا CV على recruitment.leb75@gmail.com. منروح لصيدا حيث مطلوب كول سنتر إنجليش وفرنش وأكاونتنت وHR للعمل بشركة مع خبرة بالمجالات. لأرسال CV عبر واتساب 768-857-377. أما بالإمارات مطلوب ريتيل مانجر مع خبرة 3 سنين كستور مانجر ولغة إنجليزية. الإيميل shadi@chronometer.ae. فرصة جديدة بالمتن حيث مطلوب English Teacher للعمل بمركز تدريس من Grade 6 ل 9 مع خبرة 2 سنين على الأقل. لمزيد من المعلومات التواصل على 03-63-60-62. وبنهر الموت مطلوب أمين مستودع لشركة مع خبرة 4 سنين على الأقل. لإرسال CV عبر واتساب 79-106-615. ننتقل لفرصة عمل جديدة بعمشيت حيث مطلوب Admin Assistant مع لغة إنجليزية قوية. رقم التليفون للتواصل 71-672-000. أما بمرفق بيروت مطلوب صبية للعمل كتريدينج أسيستنت لشركة عالمية مع لغة إنجليزية قوية. الإيميل لإرسال CV wakim@medpetroleum.com. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @الجديد.tv. بتقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم وعودة لكم.